ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكونوا على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت ما ننساش نحط لايك على الفيديو علشان الفيديو يترفع ويوصل لكل الناس، ولو كنتوا لسه بتشوفوا القناه لاول مره فما تنسوش تعملوا اشتراك القناة وتفعلوا علامة الجرس للكل عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله، وتابعوا معايا الفيديو للاخر، واللي حابب يسأل عن اي حاجة يسيبها لي تحت في التعليقات وان شاء الله ارد على كل تعليقكم. ان شاء الله النهاردة هنعرف مع بعض، طبعا في الوقت بس الشمس عكسة، بس هنعرف مع بعض ازاي نعرف ان فرخة الرومي عليها البيضة او فرخة الرومي هتبيض، تمام، بطريقة سهلة جدا واسهل مما تتخيلوا. تمام، طبعا انتوا عارفين ان انا دلوقتي عندي فرخة رومي واحدة بتبيض والتانية بتحضر للبيض، وان شاء الله ربنا يكملها معايا على خير يا رب، واديك البيض بتاعه يطلع في بذرة، لان انا خدت بطين من فرخة الرومي اللي بتبيض وحطيتهم تحت البطة الرائدة، وان شاء الله البيض يجمع والبيض يطلع زي الفل ومفهوش اي حاجة. نعرف بقى منين ان فرخة الرومي هتبيض او عليها البيضة؟ ركزوا مع الفرخة دي كده ومع اللي هي بتعمله. طبعا زي ما انتم شايفين كده الاول الجو هوا، الحمد لله انا فرحان جدا ان الشتاء داخل، لاني انا من الناس اللي ما بتحبش الصيف عموما، وكمان طيوري نفسها ما بتحبش الصيف، لاني الحمد لله يعني ما بيكونليش نصيف في اي طيور في الصيف. زي ما انتم عارفين انا عندي البط كله يعتبر بتاعي رقد طول الصيف، والحمد لله ما طلعليش ولا بط غير هما بطتين اتنين بس اللي طلعولي في الصيف كله، فان شاء الله يعني خير وربنا يرزق في اللي جاي. زي ما انتم شايفين ده السطح اهوت بعد ما نضف، طبعا لسه في اماكن ما عملتهاش، بس هعملها طبعا في خلال الفتره الجايه عشان لما الحته تبدا ان هي تشتي ان شاء الله يبقى السطح نضيف، واشيل ميه بس ما اشيلش طينه، لان انا ما عنديش اول حاجه مزربه على السطح ان انا اعمل في الميه وتنزل على الشارع، فطبعا بضطر ان انا اجيب جرادل واعملها ميه وارميهم في البلاعه بتاعه الصرف، فطبعا بيبقى موال طويل، بقعد اصفي كمان الميه من الطين ومن الحاجه اللي بتبقى فيها، فطبعا لازم السطح بتاعي يكون نضيف علشان لما الحته دي تشتي. المهم انتوا مركزين في فرخه الرومي ديت مش مبطله انها تكوك من اول الفيديو زي ما انتوا شايفين كده، تمام، ديت من اهم العلامات اللي بتخلينا نعرف ان فرخة الرومي هتبيض. الفرخة تفضل كده باستمرار متواصل انها تفضل تقوق كده على طول، دي اول حاجة. تاني حاجة الفرخة بتتقل على الفرخة، لو خفيفة بنلاحظ ان الفرخة مرة واحدة تقلت، وبتفضل تقوق بالطريقة اللي احنا شايفينها دي كده. طبعا الفرخة دي على البيضة وعايزة تبيض حاليا، وانا قاعد في المكان بتاعها اللي هي بتبيض فيه، فهي بتبيض في المكان ده، هي مختارة المكان ده، وانا هظبط لها المكان ده عشان ان شاء الله رقدها فيه، بس ده في حالة ان شاء الله يعني ان البيض بتاعي يطلع مليان المرة دي. انا طبعا اتعاملت مع الديك، بلعته في صوص توم وبلعته فلفل اسود وبلعته قرن شطة، فان شاء الله يعني الفترة ديت ان ربنا يعوض ان شاء الله يعني في البطن اللي راحت مني ديت، وان البطن ديت ربنا يعوضني فيها ان شاء الله. زي ما قلت لكم فرقة الرومي بتقعد تقوق كده وكمان بتتقل معايا، وبنلاقي الفرخة بتخنن بتخنن، بمعنى ان هي بتخش في اماكن ضيقة يعني اللي هي بتحضر لنفسها عش بقى او مكان عشان تبيض فيه، زي المكان كده اللي هي مختاراه، هي مختاره المكان ده جوه عين الحمام، العين بتاعت سلكة الحمام كده، هي اختارت المكان اللي جوه ده، تمام. وطبعا برضه عايز اقول لكم ان انا مبسوط جدا لاني شفت تعليق قال لي ان الصوت اتظبط وكمان التصوير اتظبط، ده طبعا انا ما عملتش اي حاجه، كل اللي انا عملته ان انا غيرت التليفون مش اكتر، بس طبعا دي حاجه مفرحاني ان الحاجه بقت واضحه ليكم اكتر، تمام. وبنلاقي كمان حاجه مهمه الفرخه بتعملها، ان الفرخه بترقد للديك، الفرخه ما ترقدش للديك غير لما تكون هتبيض، عشان نكون عارفين حاجه زي كده، لكن غير كده عمرها ما هترقد للديك. فده اللي بيحصل معايا الفترة دي،
تمام. وكمان عندي لكم مفاجأة، ان ان شاء الله الفرق البطة اللي جوه دي بتطلع البيض بتاعها بدأ ان هو ينكش، فان شاء الله يعني ربنا يكرم بقى واخد انتاج منها، علشان ان شاء الله الانتاج ده اللي انا هربيه عشان رمضان بأمر الله. رمضان طبعا زي ما انتوا عارفين هيبقى في شهر 3، هيبقى قدامنا 4 شهور ان احنا نربي فيهم الدورة ديت، وهنشوف ازاي هنخلي البط يتذبح معانا على 4 شهور. لما ربنا يكرم ان شاء الله والبطن ده يتطلع معانا، هنعرف مع بعض انا بربي ازاي وبتعامل مع البط ازاي. زي البط ده كده عمره 3 شهور ونص، وزي ما انتوا شايفين حجمه ما شاء الله، وكمان مترباش على علف. وده اللي انا بحاول الفترة ديت اللي انا اعمله، ان انا اديله نسبة بروتين علشان البط اسمًا معانا. وعايز اقول لكم بقى على معلومه كده، والله يعني المعلومه دي انا لسه عارفها حرفيا كده امبارح من شخص اعرفه عنده مزرعه فراخ بيضه، تمام. اللي هي ايه بقى المعلومه ديت؟ اني بيقول لي العلف 23% بروتين اللي احنا بنشتريه من كل حته، طبعا بغض النظر عن اسم الشركات او الكلام ده كله، بس هو بيتكلم على العلف 23% بروتين، المفروض يكون فيه 23% بروتين. بيقول ان مفيش حد بيستعمل علف 23% بروتين عموما، لان احنا لو خدنا العلف ده ورحنا حللناه في اي معمل هنعرف ان نسبة البروتين فيه 14% بس. فهو قال لي كده، قال لي محدش بيستعمل العلف 23% بروتين او اللي فيه بروتين عالي غير المزارع الكبيرة بس اللي بتعمل العلف لنفسها، يعني المزارع اللي عندها اللي هي مكبس العلف، اللي عندها مكبس العلف وبتعمل العلف لنفسها عشان المزارع بتاعتها والفراخ بتاعتها. فطلع ان هما دولت بس اللي بيستعملوا نسبة البروتين 23%، اما بالنسبة لبقية الشركات وبقية المصانع وبقية الكلام ده كله بيقول لي العلف اللي فيها ما هوش 23% بروتين خالص. العلف لو خدنا اي نوع علف 23% بروتين ورحنا حللناه في معمل هنلاقي ان نسبة البروتين فيه 13% بس. فطبعا دي معلومة انا لسه اول مرة اعرفها امبارح، وبرضه ما اعرفش اذا كانت صح ولا غلط، بس طبعا لو المعلومة دي كانت صح يبقى يعتبر احنا طول عمرنا بنربي غلط اصلا. فان شاء الله الفترة الجاية دي برضه لما البط ده يطلع هقول لكم انا ازاي ازود نسبة البروتين في العلف بتاع البط ده، حتى لو هي طلع كلامه غلط وهي نسبة العلف بتاعها 23%، هقول لكم برضو ازاي انا بزود نسبة البروتين في العلف عموما عندي. علشان كده انا باكل شهر بس علف، وما شاء الله معدل التحويل عندي دايما كبير في اي نوع طيور انا بربيها. هقول لكم ازاي بخليه يحول معايا بسرعة وانا بستعملهم شهر واحد بس علف، وده طبعا اللي انا اعرفه لما ربنا يكرم ان شاء الله والبطه تطلع. بالمناسبه انا خرجت البطه البني ديت من العشه، هتقول لي خرجتها ليه؟ اقول لكم لان كان عندي البطتين بيرقدوا على بعض، كنت اعمل لكم فيديو بس ما اعرفش ليه اتمسح من اليوتيوب او روح اتشال من عليه، فطبعا ما نزلتش. بس انا خرجتها وهبقى اعمل لكم فيديو تاني برضو يخص نفس الحوار. طبعا هنا برضو الفرخه دي عايزه تخش تبيض، وفي فرخه راقده هنا بتبيض، ف الدنيا عندي وشه شويه دلوقتي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت ما تنسوش الفيديو وكمان الاشتراك في القناه، واشوفكم فيديو جديد على خير.